من حوالي سنتين السيسي طلع يفتتح المزاد ويعرض على جماعة الخليج إن الناس اللي عندها فلوس في البنوك عندنا تعالوا خدها وخد مكانها مشاريع. ما عنديش زي كده البقال زمان لما كنت تديله فلوس يقول لك ما فيش باقي، خد بالباقي البان. احنا هنا حذرنا من القصة دي ومن السكة دي من حوالي سنتين. افتكروا الفيديو ده معايا. نقطة تانية بتبقى قصة الأشقاء الخليج، انا عايز اقول لك ودي فرصه ان انا اقول لك شكرا جدا ان هم تحركوا معانا من غير يمكن نطلب منهم ده. صحيح. طيب احنا بنحاول نعمل ايه من جانبنا بقى؟ بنقول ايه؟ طب ما تيجي نخلي الودائع ديت استثمارات في تونس، واحنا عندنا مشاريع كثيره جدا جدا انا فيها 100 مليون وفيها فرص كويسه قوي، واحنا بنرحب بالاشقاء كاستثمار مشترك ممكن لو هم لوحدهم ما يقدروش، ما عندناش مشكله مستعدين. انا ما فيش، انا ليه مش جايبيني ليه؟ انا حذرت من اللعبه الواطيه دي، حذرت من اللي قاله السيسي. وبص كان واقف معاه رؤساء تحرير الصحف وبتاع، وايامها كنت لابس بدله وكنت تخين عن كده. بص ان بعد ما اديك الفلوس وتحطها في جيبك واقول لك خليها امانه عندك تقول لي ايه رايك بقى؟ ما طلع لك بيها حاجه اجيب لك بيها والله العظيم عندي كنبه لوز العنب تاخدها بالفلوس دي؟ هل يجوز؟ طيب رقم ثلاثة بقى وده المهم، هو قال ايه في اخر الفيديو يا حاج حسن؟ قال لك يعملوا بيها استثمار مشترك او لوحدهم. اسمع كده الجملة الأخيرة. كثيرة جدا جدا، أنا فيها 100 مليون وفيها فرص كويسة أوي، واحنا بنرحب بالأشقاء استثمار مشترك ممكن لو هم لوحدهم ما يقدروش. بس وقف هنا، مشترك أو لوحدهم؟ أنا مش فاهم، هي العزبة هي طابونة؟ يعني دي مش دولة يا جماعة؟ دي مش دولة مؤسسات فيها جهاز مخابرات وأجهزة استطلاع رأي واقتصاديين وحكومة ووزراء ومجتمع مدني ورأي عام؟ هل يستطيع ماكرون أو بايدن يطلع يقول الإخوة في الخليج يجيبوا لنا شوية فلوس بس ويعملوا استثمارات لوحدهم؟ ده التاجر ترامب لما جاب محمد بن سلمان عنده قال له اشتري بقى بالفلوس سلاح 1 2 3، ما قالوش بقى تعال اشتري شركات الميه عندنا او مترو الانفاق عندنا، لا ده باع له اسلحه. هل يجوز واحد يطلع يقول كده يعملوا استثمارات لوحدهم او مشترك كده؟ هي دي مش دوله ولا طابونه؟ هو انا كنت تخين هنا صح؟ كنت تخين عن كده شويه. ليه خسيت كده؟ أنا طلعت هنا في نفس الحلقة دي أيام ما كنت تخين كده وقلت إن كان ولا بد فياخدوا حاجة من العاصمة الإدارية الصحراء، لكن نسيب المصانع ومنبقاش الأرض. برضو في نفس الحلقة بنفس الوزن، شوف كده. نصب إنك أنت تحجز الفلوس عندك كام سنة ولما الناس تقول لك هات الفلوس تقول لهم ما تاخدوا بأي حاجة. والسؤال التاني بقى، عن أي فلوس تتحدث؟ الودائع القديمة ولا الجديد؟ بس أنا بقى عندي الحل ليك يا عبدو. أنا هقول لك حل دلوقتي هتستقنيس فيه. إيه رأيك؟ ما تديهم بالودائع دي العاصمة الإدارية. مقابل الودائع اديهم العاصمة الإدارية. اديهم جزء من العاصمة الإدارية. اديهم الحي الحكومي في العاصمة الإدارية. اديهم البرج الإيه؟ الأيقوني. لكن ما تبيعش مواني. ما تبيعش مصانع. ما تبيعش قناة السويس. ما تبيعش حتت من مصر زي جزيره الوراق. الكلام ده كان 16 يونيو 22. حذرت من تصريحه لانه كان تصريحه في يومها. وكان موقف الاعلاميين، انا ما اعرفش ليه اعلامي يقبل على نفسه يبقى واقف الوقفه التذنيبه دي وحاطط ايده كده وكانهم واقفين في ضرب حره غير مباشره قدام منطقه الجزاء. انا ما اعرفش ازاي واحد يقبل على نفسه انه يوقف الوقفه دي. بص واقفين ازاي؟ ضرب حره غير مباشره. شايف؟ قدام منطقه الجزاء على طول. والله. ليه موقفهم كده؟ ناس اشي ناس ويش وكمل. ناس كمل. بص واقفين ازاي؟ حتى الست واقفه فاول برضه. بص كله حاطط نفسه، اصل الخبطه ممكن تيجي في حته وحشه تبقى فاول جامد جدا. لا وواقف يقول لهم، قلت لهم تعالوا خدوا حاجه مطرح الفلوس اللي لغى. أنا اللي طلعت علقت، أنا الوحيد اللي طلعت علقت وقلت يا جماعة الكلام ده خطير جدا. ده الكلام ده من سنتين.
وقلت انه يا جماعه اذا كان ولا بد يعني بيعهم العاصمه الاداريه. وكان دائما اعلاميين السيسي يطلعوا يصيحوا او يصيحوا ولسه يقول لك الحق الحق شوف ناصر بيقول ايه دول عايزين يضيعوا البلد. لكن انا عمري ما قلت في حياتي يعني عمري ما قلت الكلام ده انهم انه يجي يشتري جزر وحاجات كده. اللي بيضيع البلد ده هو النظام اللي حط راس مصر في الطين. للاسف كلام اتحقق وشفنا اللي حصل في راس الحكمه. راحت الامارات مقابل 11 مليار دولار بتاعت الوداع بتاعتها. يعني فلوس ميته اصلا. فلوس كانت عندك انت اكلت وشربت بيها وصرفت على المدام وجبت اشي موتوسيكلات وحاجات كده لا استثمار ولا نيله. اخر الصفقات دي يا حضرات هي صفقه راس جميله. السعوديه جت قالت لك بص يا معلم بقى مش احنا لينا عندك فلوس؟ صح؟ اوكي شكلنا مش هناخدها. وطالما بتبيع وانت اسهل حاجه عندك تبيع ادينا راس جميله. السعوديه تعرض التنازل عن ودائعها في البنك المركزي مقابل راس جميله. مقابل راس جميله، يعني حضرتك للاسف هتدينا الودائع اللي عندك دي خليها عندك، صرفتها ما صرفتهاش الله معاك. دلوقتي احنا عايزين مكانها راس جميله. وللاسف انت هتضطر توافق. طب ايه عيب البيعه دي؟ عيب البيعه دي ان انت حتى لو هتبيع يعني اولا مش هتبيعها بسعرها الحقيقي. خلاص؟ ليه بقى؟ لانه على راي مجدي عبد الغني قصب بقصب. انت فلوس صرفتها وفي المقابل بتدفعها بسعر بخس. الحاجه الثانيه ودي المهمه بقى انه مفيش انكم داخل ليك لان السعوديه ما دفعتش حاجه. ده ودائع بقى لها كام سنه عندك وهي كده كده كانت ميته عندنا لان احنا كنا يعني مفوضين ربنا فيها. خلاص يعني انت مش هتدفع وهتقعد تقول لنا نجدول طب ناجل طب ناجل الدفعات مرتنا خلاص فخليها عندك خدها الله يبارك لك وادينا راس جميله. فهي اولا مش فلوس داخله لك. ثانيا مش ده ثمنها. احنا بقى السيسي ماشي كده حته حته من البلد واللي ليه فلوس عنده يجي ياخد يشيل بيها مشاريع. وطبعا بيشيل مشاريع بثمن بخس. فخش شيل واخلص ادي اهي. الامارات اكبر دوله عربيه دائنه لمصر. الامارات ليها 22 مليار. صح؟ السعوديه ليها 12.5 مليار. الكويت ليها 7 مليار فاصل واحد. قطر ليها 4، دول عربيه اخرى ليها 2.5 او 2600. ماشي؟ يعني اجماليهم كده 164 مليار. لا ده اجمالي الدين كله مش بتاع دول بس. اوكي ده بنهايه سبتمبر 23. عشان تفهم ازاي السيسي بيبيع البلد بالرخيص الامارات تستحوذ على 12.5 من الدين الخارجي وقصير الاجل يصل الى كذا. عشان تفهم القصه دي انا هفترض لك افتراض. انت ليك واحد مدينك. انت ليك عندي دين 10,000 جنيه وانا مش معايا ادفع. وكل ما يجي وقت الاستحقاق اقول لك معلش اجل اجل اجل. فجيت قلت لك بقول لك ايه بدل ما تقعد نمرمط بعض كده ما تيجي تاخد بيهم حاجه في البيت. فالتلاجه ام 10,000 جنيه حضرتك مش تاخدها ب 10,000 جنيه. ليه تاخدها ب 10,000 جنيه؟ تاخدها بمزاجك انت بالسعر اللي يناسبك انت. في المقابل انا كسبت ايه بقى؟ انا كسبت ان الدين اللي ليك عندي اللي هو مش موجود ده اصلا اللي مش عارف ادفعه لك وقع من عليا. طب بالنسبه للتلاجه ما بقاش عن التلاجه. هي قصه كده بقى. الكلام ده قاله في يونيو 2022. والكلام ده انا كنت البرنامج الوحيد اللي قعدت احذر من اللعبه دي. وقلت له اذا كان ولا بد بيع لهم العاصمه الاداريه. بس اللي ليه دين مش عايز العاصمه الاداريه، عارف انها خايبه اصلا. واحنا نقول كده او يقولوا كده صاحب القرش صياد.
يعني انت بتشتري واحد مديون، بتشتري من واحد مديون. عمرك شفت واحد مديون بيبيع الحاجه بسعرها؟ بيبيعها بالرخيص بأبخس ثمن. وقبل كده باع، والاعلام اللي كان فرحان بالبيعه، فاكر انت بعت التخلي عن الجزيرتين اهو، جزيرتين ودكتوراه لسلمان والمليارات لمصر، اتفاقيه الزياره 25 مليار دولار ساعه تيران وصنافير. وجابر نصار طلع قال لك للملك انت حامل حمى. فين بقى ال 25 مليار دولار؟ طب فين الجزيرتين؟ الجزيرتين يا حضرات راحوا مطرح ما راحوا.